كل يوم بيكون معانا اسطوره رياضيه كتبت تاريخ في الرياضه العالميه. واسطورتنا النهارده لاعب الكره الطائره الامريكي كارتش كيرالي، واللي حقق في مسيرته 5 ميداليات اولمبيه، بينهم 3 ميداليات ذهبيه كلاعب و2 ميداليه كمدرب، منهم ميداليه ذهبيه وميداليه برونزيه وميداليات كتير في بطولات العالم. تعالوا نشوف ونتعرف على اسطوره النهارده لاعب الكره الطائره الامريكي السابق طبعا كارتش كيرالي.